مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وخاصة تلاميذ سنة أولى إعدادي في فيديو جديد مع درس جديد، درسنا اليوم التماثل المركزي، الجزء الأول من الدرس مماثلة نقطة، نقطة من الشكل باء موافقة للنقطة أ هي آش، كتشبه ليها تقريبا، سؤال ماذا تمثل النقطة أو بالنسبة للقطعة أ آش؟ النقطة أو هي منتصف القطعة أش يعني كتقسم هاد القطعة إلى نصفين متساويين نقول إن أش هي مماثلة نقطة أ بالنسبة للنقطة أو يعني المماثلة ديالها بحال قلنا إلا طويناهم بجوج أو هي المركز غتطابق يكونو متطابقين النقطة أو كذلك هي منتصف القطعة ب ونقول إن ج هي مماثلة نقطة ب بالنسبة للنقطة أو حسب الشكل النقطة او هي مماثلة نقطة D بالنسبة للنقطة O سؤال ما هي مماثلة نقطة C بالنسبة للنقطة O الجواب هو أن النقطة F هي مماثلة نقطة C بالنسبة للنقطة O حيث او كيقسم C و F القسمين متساويين تعريف رقم واحد A والنقط بريم نقطتان متماثلتان بالنسبة لنقطة أو، ثاني أن أو منتصف القطعة أ أبريم، يعني أو يقسم القطعة أ أبريم إلى قسمين، وبالتالي نقطة أ أبريم متماثلتان بالنسبة للنقطة أو، لنلاحظ الشكل، أبريم تسمى مماثلة نقطة أ بالنسبة للنقطة أو، وأبريم هي مماثلة أ في التماثل المركزي. الذي مركزه O ملاحظه مماثله نقطه او بالتماثل المركزي الذي مركزه او هي النقطه او نفسها إنها يعني التطابق نسميه التماثل المركزي الجزء الثاني من الدرس هو الحفاظ على المسافه حسب الشكل لنرق لنقارن المسافه AB بالمسافه اش نلاحظ ان المسافتان AB تساوي HJ حسب القياس يعني مسطرة نقارن أيضا بين المسافة CD والمسافة EF ممكن نستعمل البركار يعني عندي المسافة CD تساوي المسافة FE خاصية واحد التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين يعني كتبقى المسافه نفسها في حطيت المماثل ديال شي نقطه في بلاصه اخرى جزء اخر من الدرس وهو مماثله قطع حسب الشكل حدد من الشكل باء القطعه الموافقه للقطعه أب بعد الملاحظه نلاحظ ان القطعه الموافقه للقطعه أب من الشكل باء هي القطعه اش جي نقول ان القطعه اش جي هي مماثله القطعه ابي بالنسبه للنقطه او سؤال حدد من الشكل باء القطعه الموافقه للقطعه س بعد الملاحظه القطعه الموافقه للقطعه س من الشكل باء هي القطعه ا e نقول ان القطعه اف -E هي مماثله القطعه س بالنسبه للنقطه او نقول أيضا أن القطعه جي هي مماثله القطعه ب بالنسبه للنقطه أو، خاصيه جوج تقول مماثله القطعه أ بالنسبه للنقطه أو هي القطعه أ ب تقايسها يعني عندها نفس القياس أو نفس الطول، جزء آخر من الدرس وهو مماثل مستقيم، بعد ملاحظه الشكل. نقول أن المستقيم HG هي مماثلة المستقيم AB بالنسبة للنقطة O. نلاحظ أيضا أن المستقيم FE هي مماثلة مستقيم د بالنسبة للنقطة أو. الخاصية لا تقول مماثل مستقيم D بالنسبة للنقطة O هو المستقيم D' يوازيه. يعني حتى مستقيم كيوازي هذا المستقيم يعني الا خدينا اي نقطه في داك المستقيم غنلقاو مماثله ديالها في المستقيم الاخر بالنسبه للنقطه او فقره اخرى من الدرس هي مماثل نصف مستقيم حدد من الشكل ب. نصف المستقيم نصف مستقيم واحد المستقيم محدود من واحد الجهه الموافقه لنصف مستقيم سدي بعد الملاحظه نلاحظ أن نصف المستقيم الموافق للمس... لنصف المستقيم سد من الشكل باء هو نصف المستقيم إف -E. نقول أن نصف المستقيم إف -E هو مماثل نصف المستقيم سدي بالنسبة للنقطة أو حسب الخاصية رقم أربعة مماثل نصف مستقيم AB بالنسبة للنقطة أو هو نصف المستقيم أ بريم ب بريم بحيث أ بريم هي صورة أ بالنسبة للنقطة أو و ب بريم هي صورة ب بالنسبة للنقطة أو وبالتالي المستقيم أ ب يوازي المستقيم أ بريم ب بريم خاصية أخرى من الدرس مماثلة زاوية السؤال يقول حدد من الشكل ب الزاوية الموافقة للزاوية س ب أ الزاوية الموافقة للسب أ هي الزاوية أش جي إف. نقول أن الزاوية أش جي إف هي مماثلة زاوية سي نقول أيضا أن الزاوية أو إف جي هي مماثلة زاوية د سي والخاصية تقول مماثلة زاوية بالتماثل المركزي الذي مركزه أو هي زاوية تقايسها. يعني كتبقى في الزاوية نفس القياس فقرة أخرى من الدرس ستحدث حول مماثلة دائرة الخاصية تقول مماثلة دائرة C مركزها E اي وشعاعها R بالنسبة لنقطة O هي الدائرة C' التي مركزها إبريم وشعاعها ار يعني كيبقى الشعاع نفس القياس حيث إبريم هي مماثلة إي بالنسبة للنقطة أو فقرة أخيرة من الدرس وهي مركز تماثل شكل السؤال ما هي مماثلة نقطة ب بالنسبة للنقطة أو حسب الشكل س هي مماثلة النقطة ب بالنسبة للنقطة أو ما هي مماثلة نقطة د بالنسبة للنقطة أو حسب الشكل النقطة أ هي مماثلة نقطة د بالنسبة للنقطة أو سؤال ما هو مماثل الشكل F بالنسبة للنقطة أو إذا لاحظنا الشكل كل نقطة لديها مماثلتها في نفس الشكل بالنسبة للنقطة أو وبالتالي مماثل الشكل F بالنسبة للنقطة أو هو الشكل نفسه تعريف إذا كان مماثل شكل F بتماثل مركزي نقطة Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. À bientôt!